قدامشو جا باش انه يمشي للزنقه ويدير تي سيليكسيون ويجيب دوك الناس يعطيهم الفرصه انهم تشوفوهم نتوما ونشوفوهم حنا ونشوفوهم كاع الناس اللي كيتفرجوا فيهم باش يبينوا الموهبه ديالهم. جام شو هو الفرصة اللي قدر حنايا ما تعطاتناش فاش يلاه بينا، واليوم كنظن باللي حنا غادي نعطيوها للناس في المغرب كامل. واحد فيكم غادي يخرج من هنا وغيدي معاه 25 مليون اللي غيخدم بها في أوبري ويخرج بها كليب وغيدير بها لا برومو. $20 مليون. شوفك كلمة ولا حروفة بغيت غنسمع صوتها وسط ودني توطى في نص الليل حيوطة كسمعني نوطة غير نوطة وبقى ما بغى تخرج لينا. احنا اليوم في لاسين ديال لي زوديسيون بس طما ضربي والو بالعافة دا قبل كما ندير بازي قال لي بالي فوتني قالت سوني ميريكاني فوتني راني مالط طاري ما نتيف على كبيرة ما كنت ناوي منهم عن تيل نيفو فريمون صدموني بصح انا قالي غير باش نعزلو دوك 12 سلامي فليبو كي حامي جوقه في كل تراك حتى عقلي لا قراك تقبك بوك جامي نحكمو على داكشي اللي غنشوفو قدامنا. عندك 3 ما بين 3 و 5 دقائق باش توريني كاع داكشي اللي عندك. تقدر تكون واعر في الاستوديو، تقدر تكون واعر مع جيرانك، تقدر تكون كطلع في ديسين هذه 10 سنين ولكن اليوم ما زطتيش معايا ما عندي ما ندير لك. ميتي قوبيا الدراري انت بالخصوص غنبلو هاي كلاسيكا هو هذا مرحبا بغيت لي كلاش نشوف البلاك غادي يطلع باو. دابا يعطيو بيت واحد لجوج الناس اللي قصروا عليه بجوج وباس باس واللي قصر حسن راه غادي ماشي بالكا فهمتي على حسب بحال مثلا الا كانوا ثلاثه ديال جوج غادي الى جوج مع واحد ولا فهمتي على حسب اللي عنده الاصوات اكثر دوك الثلاثه. انا كيبان لي بران لا قدروا يديروا هو غادي يدير لنا كليبات واحسن كليب بغا يدوز ممكن. دراري شنو بان لكم في هاد اللعيبه ديال انا الفتره الوحيده اللي بقات معاكم وينو اصدقاء تبارك الله عليكم. حنا كنتشوفوا اليوم نتوما هما النخبه اللي دازت 12 واحد من 24 نتوما اللي كتستاهلوا تكونوا هنا. برهنتوا لينا على انكم قدرتوا دوزوا لهذا البرايم اللي حنا فيه ولكن من اليوم الضحكه اللي كتشوفوها ما غتبقاش. غادي ندوزوا لابروف اللي هي الكلاش. كلاش مع البديه كاين الضحك. الكلاش على الدخله غادي يولي الجو مكهرب بيناتنا. انا عارف انكم كونتوا علاقات بيناتكم كاين فيكم اللي تصاحبوا وتعاشروا ولكن تقدر تطيح في صاحبك قدامك خصك تكلاشي خصك تبين انت عندك دقيقه وهو عنده دقيقه. عندكم انستري واحد غتشقوا ولا غيشقك. حنا غندوزوا واحد فيكم دونك 12 غادي ندوزوا منهم 6 او بلان السلام لا غلطتي ضرب كتران وما غنحنوش فيك واخا حيت الان باقا ما دويناش يمكن على البرايس اللي هو بلان ضروري اللي غادي يكون الانسان ولا الانسان اللي غادي يدوز فيكم في الاخر اللي غير بحالتي ما جوج عرفوا شنو هو ولا لا. برايس هو واحد البودجي اللي غادي يخدموا به كليب و او بي وهاد البودجي هذا ديال 25 مليون. صدمنا بزاف فاش سمعناها الصراحه. غنزيد نطور من راسي غنزيد ندخل في الكومبيتيسيون اكثر. خصهم بحال 25 مليون تقدر تخليني نكون بلو ليبر ارتستيكمون ندير بزاف ديال الحوايج اللي كانوا عندي في راسي وما كنتش كنديرهم قبل. كنشوف راسي انا هو مول 25 مليون بحال هاد البيدجي هادو راه حتى واحد فينا ما لقاه ديال الله فهمتي. ما كاينش شي واحد جا وقال لي لا هاك 25 مليون سير خدم بها اوبي وكليك ما كايناش ما ترداش ليا كايناش هادي
الأوبي هي اختصار لكلمة Extended Play وبالعربية نقدر نترجموها الأسطوانة المطولة لأنها طول من سينجل ولكن صغر من ألبوم غالبا كتكون ما بين 4 حتى 9 ديال المرصوات وفي الغالب كيخرجوها ليزارتيست قبل ما يخرجوا الألبوم ديالهم. أخذوا شي كليب الأول ديالك أنت؟ 5000 درهم كريدي من عند سعيدة فحسن الله يرحمها. هابي سيس بو فهمتي لي دونك الدراري هادشي سيريو 20 مليون أبرو تطالي هي مات الأولى شكون كتنقص عليه واحد العام الخدمة بوغ كومونسي اون كارير 20 مليون لا با ميو اوكي شيري 25 مليون غيديها اللي غيستاهلها دور بلان نبداو كلاش الأول لياكس كونتر ريو صراحة جان توقع بلي غنضحك معاه حاجة ما تخلعناش هادي عاد نطيحو معاه من ما عندناش مشكل كلاش الثاني نمبر بلوم عم حطيك بلوم نمبر مريقل كيبان مهيب ملي كرابي مي جو بونس كو سي با سوفيزون زعما في اون ابروف بحال هادي شكون غير كتبان مهيب كيجيني خاص مع هادي داكشي اللي كيدير اصلا ما كيمسكنيش هذا كلاس زوين هذا جميل وي ايمن حقي اوطاط اوطاط جاي المغرب دابا نردو بحال امستردام يتعشى مع ارين روبن صعيب مع ايمن نمشي للدار جو بونس كو انا ويجد باش نصيفطو للدار نزار غاتلعب هاد الماتش في لا ليغا غاتلعب كونتر خيطافي شنو بغي نقول لياسين يوجد حوايجو باش يرجع راه السيزيام هاد العام خصو ضروري يقرا صراحه اللي بغي نقول للناس زعما غيبقى خويا صاحبي قلت راه غنمدو هذا هو البلان سمول نار فليب مو لا سمول نار رابور فهمتيني عنده كاين مي كاين فليب مو اللي فهمتيني غنحتارم على ود انه كبر مني ما نقصحش معاه بزاف غادي نطيرو من المسابقه والجوج اللي بقاو اللي هما فيرا 6 وين جيني كلاش ماشي نفس الليفل فهمتيني معني ما كاينش مقارنه بدون كبرياء مع كامل احترامي الخصم ماشي شي حاجه اللي واو اون بليس يعني دقيقه راه نقدر نكتبها وانا ناسا الاختيار اللي درنا كان على اساس اننا نحطوا الناس اللي كنعرفوهم مع بعضياتهم ويكونوا لي زيستوار انتريسونط باش كل واحد فيهم يقدر يلقى لي زليمون اللي غادي ينفعوه باش انه يربح هذا الكلاش يقدر فيكم هنا شي واحد اللي ما عمره ما طاح شي سيتوياسيون بحال هادي فين خصو يتكلاش مع شي واحد داكشي علاش غادي نمشيو ديريكت دابا لاصال نحاول نعطيكم شويه تيبس على الكلاش بما انني انا هو الكلاشر نيميرو 1 في البلاد نعطيكم شويه تيبس باش تشقوا لي بعضياتكم كلاش هو واحد الجزء لا يتجزأ من الراب كموسيقى ولا من الهيب هوب كثقافة بحكم أن الراب هو من يقدر يكون هو السيل الوحيد اللي تنافسي في الراب خصك تبان أنت هو الواعر فيهم كاملين باش تبان أنت الواعر فيهم كاملين خصك تعرفهم كاملين موسيقيا بيان سور دابا غادي تاخذوا الوقت باش غتحاول تلقى داك الشيء اللي عند هذاك السيد اللي قدامك اللي غتقدر تضرو به لان الكلاش وفان تكونت هو هجوم لفظي ولا لغوي باش تضر هذاك الانسان غالبا ايموشنالمون فهمتيني كاينين واحد التيبس كيخليوك انك تكون فافوريزي في انك تربح يا اما غتمشي في قصح ديريكت غتشد بنادم غتخسرو يا اما غتشد بنادم غتضحك عليه الناس واحد الحاجه اللي مهمه عاوتاني في الكلاش هي انه خصو يكون بيرسوناليزي يعني خصو يكون مكتوب على هذاك خونا اللي قدامك فهمتيني خونا كيلابس نضاضرو انت كيضارب النايفيا انت مربع يدك بحال باغي تقلدني ماشي فلان وخصو يكون بيرسوناليزي على هذاك اللي واقف قدامك باش حتى بنادم تيعرفك انك تمشي عليه هو ماشي جبتي داكشي من الدار وقلتي ليه الوغ كاين واحد التيب اخير اللي بغيت نقول لكم قبل ما نمشي تقدر تكون مريقل وتدخل شي سطر اللي فيه مثلا كتقول ليه غادي نحيد لك الجاكيطه وكتجي عنده كتقول ليه غنحيد لك الجاكيطه فهمتيني شي حاجه اللي كتزيد التعبير ديالك كتعاونو بالموفمون كتولي ضارب بانش لاين في جوج انا هنا ساليت اخر حاجه نقول لكم بون كوراج طوطو مشى يجيب جوري الثالث نتلاقاو في لاسان يتوب دانسو
انا ما جايش لتام شو باش نضحك، انا عندي طموح ديالي وملتزم بالخدمه ديالي وجاي باش غادي نوصل ان شاء الله. المهم عندي في الجام شو نتعرف اكثر ونبين داكشي اللي كندير حيت يستاهل يبان. انا زيد عندي لاراج على الدراري، عندي الانرجيك شر كنحس بها، غنحاول نبينها ونحاول ندير بيرفورمانس مزيان. ماشي سهل توصل لهاد المرحله الكومبيتيسيون وسط بزاف ديال الدراري اللي كل واحد جاي من مدينه وجاي على هدف واحد. كل واحد ريحت معاه كنشوف بانه موجد كلاش، انه جاي باغي يقتل بنادم. واخا واخا كاين الضحك في ترونسبور، واخا كاين بزاف ديال الحوايج كيبانوا في الكاميرات، ولكن داكشي كله فهمتي تمثيل في تمثيل. ايه الله اخويا هاني راك شي مزيان مزيان الله يرحمك. عرفتك في الاستوديو اصبح ليا والله راه هاني راك عارف كتراب اخو كتوجد تراب اخو لعبه جديده ديما بروجي ديما وليدات بخير كلشي مزيان الله يرحمك العز برو الله يحفظك العز العز راك تما العز اشير برو. اش غادي نقول لك 13 واحد اللي فرينا معاهم كنبدينا ب 24 فرينا ب 12 الاغلبيه كله لونيفير ديالو فهمتي بلان كله شاد قنطو كله قصيرو الكلاسات فهمتي هما اللي غنبداو بهم حيت خصنا نشوفوا اللي عندو الكلب فهمتي فاش قلت هي كلاش كدا. انا اللي كنت خايف منه هو ديك اللعبة ديال كتقول لهم كلاش وكيمشي في جيب بنادم كوبليات كاتبهم شي لعيبة وكيتكلاشا مع واحد هاد اللعيبة ديال ان بنادم يكسب على الاخر كدا ساعه شحال ديال زوين صافي بليزير ابرو ليتس جو شد شنو اخويا واش واش دي اوكي ودابا غترحبوا معايا مع الجوري وغنبداو بال غراندي توتو دابا غنديرو صداع على ديزي اوكي جانا اليوم جيست من مراكش بلاصوص ديال اسفي اكس مومبر ديال شايفين ديرو صداع سمول اكس سمولاكس ضرب شي طريقه شيري باش شي شكرا جزيلا. اليوم عيطنا لك عندنا واحد الميسيون اللي اتفقت انا وطوطو بلي انت هو الشخص الانسب باش غتعاوننا فيها. مرحبا في البالماريس ديالك الهيستوريك في الراب المغربي. مرحبا لي بروف ديال اليوم هي الكلاش غتعاوننا باش نصفيو هاد المجمع هذا معاك عشيري شينا ليتس جو جي كي دونك نعيطو على الكونديدا لياكس كلاش ديالي مع ريو شي حاجه اللي سهله صعيبه وممطو وازنه بحال الباب لراسي. الكريتيك حاجه اللي كلشي كيعرف يديرها سو كيبقاو غير واحد المزايا اللي كيكونوا في البيرسو كيفاش يحطهم وصافي. اوكي الكونديدا الثاني اللي هو ريو شوف كل ارتيست عنده لا ريسيت ديالو عارف لياكس غيقدر يتباز على البرايم الاول دونك هذاك لو شو غادي ياخذ منه دي ريفيرونس باش يرد ضدك وعارف باش غادي نقدر ندافع على راسي وعارف باش نقدر ناتاكيه. لياكس ريو غادي نحتاج نعرفوا شكون فيكم غيبدا الاول غنديروها على اولد سكول قربوا حتى بعضياتكم تعزلوا واللي غادي يربح هو اللي غادي يعزل بنت الاول بيجي كي يطلق البيت جاك جاك اي اي جاك اي بونجور ميسيو الماجيسيان جيت من وجدة اوفيسير سالي سمعتي و انونسيان مورا الباب تحلاتي باين قولي تنطحن مع كاجال جانب شمال ما
موسخ خاصك لافاج ريح جباتك عدي الهاراج لي كنقول دابا كيش يكون طاطاك حرام مالك صلع عود آراك واخا حتايا انا لا آراك ما ينفك لا سحور لا باراك نقولها بكل طلاقة الرسلة قاع ما كتجيب حلاقة زنقود قاع ما كيدي بيت جاتك بولا نهار الاولى البلاي باك تويت ماك تانا قلت ندير فيك خير شوف فيك كيدير كتلحس وكتبوس ديدين كنعطلي مديديه كنصلب لي جاب قريه فيك فايل صوت غرب بيك فو لا بانديرا كواتر اوتشي حنايا لا باترا تشيكي فارا غندير لي انقلاب بينوكيو نتا غندير لي انقلاب اي ماكارينا في فراس تشيك تشيك اي وانا لعبت في البيت تقيل باش نتقربو في الميزان عارف لا تزنى للطراب غا يعواج لك اللسان تمنى تكون قد النزال تالا كنتي نتا غير زايد ما تكونش خويا غير زاهي وريتك القمرة ومشيتي ساهي من اليبو كان صاحبي لساني ماضي دبليك معي راه حاضر ساليت دي جي كي دي جي عندي واحد شي كادو عارلي هذاك الشيء باش نرحب بك في دونور يو نو مرحبا دي جي كي ارا داكشي اوكي يا يا دراري انا مالي داخل رابح عزاز علينا الناس بجدامي هذا غير وجبه صاد طلق شويه مالك مخنوق ري وعاد غيبدا لياس بيبي سمع مزيان اصحابي ريوف تجام شو هومي غيعفتلك على رايبي شوف لي هذا باغي تبيف معنا سير بيفي دبان وماش قانش راسك مع البعد الاخر انت في ليلة منانا ما عندكش بروفيل ديال ارتيست كتر بيستخفنا في حلة فيك لاكريس غتبقى كترابي ترابي ترابي في الاخر غتبقى في لاماتريكس الراب خاصو لا تكنيك كيلس للسول ليزيك عرف راسو ما عندوش في الباك ستيل شكل الحاس في البوبليك ما تليك الحوت وكنا في البرلمان ما غتربح حتى شي صوت بحال مايكل داكشي سموت كتربح الزقه من جاك يوت وعلى بلاك كان بفي سلو في دقيقه خونا في الدقيقه ايز دو موند واش بصح بصح ماشي تبويقه ما كندورش بلاصه كندور في راس ريو عزيزو اوريجينال ما كدير شي حاجه في خايبه في حياتك غير بيز انيمال دو سي دو لوبيتال اليوم ماشي الماجيسيان اليوم طحتي في الكانيبال نيغ وكان صوفيها في الاخر تشاو ميغو تشاو ميغو على لي هادي قالوا لي هادي قالوا حلو حبيب برونا برونا واو انا عندي واحد كادو واحد اخر الدراري عندي واحد كادو واحد اخر مرحبا رسبي قال رسبي سلام الدراري سمول خويا الاول الطيف ديالنا انت اللي تبدا العشير امشي عنده ما يقول ولكن بان حشمان بان بحال ما تيقش في راسو فهمتيني بعد بحال واحد شويه فهمتيني لاشا عاوتاني رجع واحد شويه ولكن العشير جاب معاه الشو جاب معاه العيبات البيبرون شويات زعما ما تاخذ حتى شي حاجه بيرسونيل من العشير رقناني بجد روجا شو باشي ديزي حمزه تأكد انك تمشي فوق هاد الانستر بيان سور ما جاني شويه ستريس هو اللي غلب عليا الصراحه ما كي غادي يجي زعما الوقت غادي ندير موراها حوايج اخرى وانت عارف بلي هادشي ماشي 100% كيفاش هو غادي يقنعك وانا اصلا زعما ما قنعنيش راسي سور ثاني يعني راه سي نورمال انت غادي تطلق لي داك الاوبينيون ديالك مزيان المهم هو تكون عارف لا عارف ريو واه تخصصتي علينا حنا جينا نبينوا الناس كاع اللي غيتفرجوا في الراب بلي البيف سي ان شو وماشي بالضروره نتبيفاو حيت بيناتنا فيلينغز خايبين نقدروا نديروا ان شو وحنا زعما تف ملي كنا مجموعين كنا كنستشروا بيناتنا على اساس كل واحد يجيب الديليغ ديالو يجيب بالعالم ديالو باش نبينوا بلي الراب مغربي ماشي غير ناسيونال راه انترناسيونال فاش قلت لك تخصصتي علينا راه قلتها دون البون سونس لان انت دخلتي رابح بعد درتي اللعيبه ديال الحلواج مشي البيبرون شويه تمشي الرياقه ولا في الاخر اوكا سير عطيتينا شو كومبلي انا جوبونس اي واحد وقف قدامك اليوم كنتي غتلتهم سير ماجيسيان مسيو توتو
خويا واش داك عايشيني كنت نتسنى شي لعيبه اخرى برو وي ريسبي ما عندي ما نقول زعما شوف يتشوف كازا شوف ستار الاول دخل شي رابح مع الدخله مع السلام عليكم صافي سيتي كليغينات بين شي ليه باللي انت ماشي غير رابور وكنت ام سي سي تري امبورطون فهمتيني ارتاحيتي سور سان واش داك عايشيني طه فيرديكت ريو انا ديال سمول ايوا ريو غدوز معنا البرايم جاي يتشوف سالمو الدراري واللوف ما كاين والو وجدا يتشوف لافونتور كتسالي عندك هنا سير خدم ابرو سير مازال خدم باسكو توي طالونتيو يا حبيبي سير مازال خدم يتشوف الدراري اصلا انا بحال في الاول تستريسات شويه داكشي اللي دارو هو زعما راه عادي تقدر تشوفو في بيف تشوفو في اي حاجه راه مطر عليها شي حتى شي حاجه ودابا غنمشيو للدويال الجاي وغنعيطو على نمبر اولا بعد الستريس ما كاينش غنلعب بيس هنا نضحك عليه ديال بصح استراتيجي ديال الطنز شويه ديال الحريم ودابا نديرو الصداع البلو جوسكي سي لا بريباراسيون ديال غادي مزيان مريق التكست ديالي بخي انني ادابت لشي امبريفيو لا طرف في لا سين مي جو بونس كو السيناريو الوحيد اللي نقدر نخسر فيه هو انا نخسر جو بونس با يقدر يبني نبغي نقول لسمير بون كوراج ودبرت عليها DJ K, let's go. 1, 2. Yeah. Il a ral combat qu'en diro. M'char واحد تال ديسمبر. جينا جوج غيبقى واحد كلك على بعدك زيرو هنعطيك اوعر نمبر. كنحط الصال ونقية لا كود لا برقية شعلو طافي بارتياح صاحبي غنطفيك في دقة ماشي مرات اي غير الاولى الفيكتيم ما تبقاش حيه واش النمبر غقول لي كيسكيا ساندويتش قصيتيه بقيتي ليله كتقيه وباغي تقسي معايا التراب ما دايرش نضادر غديرها غندوز فيك اللي بعد كلي قراب باش يغ صوتك اللي كراف حلت كلها مشكلة البوز عرفت انت كدير تتحلها كدوز ديما في الراديو في السبيطار غتشهر في التلفازه مورا ميتا غتقول اديوس فيك غتصاور كشي البوم قوت الفليكس عمرها الدوم خوك الكبير وخوتي نهز ليهم بهبالهم ما نفوتش معاه دقيقة لعبت معاه غنديه لدارهم داركم كي عطيني عشير او تاني ميدين تام مزيرت اي ها مازال قاع ما بدا الفيلم سالا ما بلو ما كيبنو عبيدة الرسالة ها في طريقي فاسو بالا وجادة قاع عجال وعرفوك على بلادك عالة ها بليل يا ليلي وكجمد الميلين بربي تشردك الوجدة فوق دهر البليلي تنيزو الفايلنس لحريدو السايلنس always in the top مهيبو كنعلي الديلي مبيفي مع هيبي تيكي عطيتو طافو داخ بالدوزة ديالي بداي تريبي ها غقرت في كليبي وسكر في دوز دي موصل الكارير ديال خديتي سكين ها جيتيني بيزار خصوك الركيزات دير بلاصتك كون جيتي معايا مات المعجزات شخصيات ضعيفة كتوسخ في البيفان تكون بيزي عاشو ديما طالقها الليفان اللي ما عندكش عليها كراتي هاد العيشة هاكور الدفاش سالي نجر الليجام من الخصاش اللي غيعوج الريشة جريت عليك مرة بحيت ما خلصتيش الايجار ماشي طه حقيقة حقيقة في دقيقة حقيقة في دقيقة ونصف
نمبر اخويا طفي الطاف ما عندي ما نقول لك ديليفري كاينه تكست كاين لاستيتود كاينه وشي كاين غير هادير بلوم ما عرفتش كنت كنتسنى منك شويه اكثر في الديليفري برو سيتي با ما كنت مطلوق مي كان خاصك شويه مازال شويه بريزونس بالنسبه ليا انا عمر عمدا ماك انت الاولى نمبر كنظن انا الباكيج كان متكامل عطيتينا بيرفورمانس زوينه الكادونس ديالك الداينامكس طلعتيه بطي عطيتينا شو بنتي انك داخل قاصدو بلوم كنت ملاحظ معاك مزيان شنو بغيتي تقول حيت عارف ستيلو عندك كيشرح مشاو لك واحد جوج كلمات رجعتي كريسبي باركونتر انت قلتي نويطات اللي عقلت عليهم قلتي ليه النويطة ديال ماشي غير صوت كليغراف حكاتني تعانا سي جبال لك لاشاري تعانا النمبر احسن صعب فهمتي احسن نمبر زيرو النمبر النويطة ديال النمبر دونك الراديو ديال السبيطة الراديو كدوس في الراديو ديك ديك دوس ديما في الراديو الكتابة انت رابح كنظن ان كلاشاتكم بجوج يتلعوا في يوتيوب بنادم غادي يتمسك لك ولكن بيرفورمانس جوبونس با واش كانت 100% شي اللي عندي ميش كان سمول ملي كتقارن بيناتهم بجوج كاين الكتابة كاينة عند بلوم عنده شي ستوره اللي كما قال ديزي حارين ولكن كما كاين لا بيرفورمانس كثر عند نمبر بعض المرات كيكون بعض ماشي سطر واعر ولكن الا انت ما بيرفورميتيش مزيان ما كيوصلنيش ماشي بنقول لك دونك بعض المرات تقدر تقول شي سطر عادي ولكن الطريقه باش قلتيه كيوصل ديريكت فهمتي دونك انا خصني نحس بالانرجي ديالك ما كيهضر معاك يشوف لك في عينيك كيفاش كيوقف عليك لاتيتود انت عندك السطوره عندك ولكن كتبان بحال قلتي كنحس بك بارد واحد شويه عندك كتابه زوينه بالنسبه للنمبر كتابه ما تقريبا كاين واحد شويه الفرق بيناتكم ولكن لا بيرفورمانس ديالو قنعتني اكثر هو الفرق بيناتكم اكس فيرديكت بمشي بدون عاطفه غادي نقول نمبر انا نمشي مع النمبر النمبر غادي نشوفك معنا في برام جاي صراحه ما جاتنيش لا بيرفورمانس كانت ناقصه بزاف مي سيتي بلوس لا بيرفورمانس ديال النمبر هي اللي دارت لا ديفيرونس لحقاش كان كائن مفترس سورسان فهمتي درت هو عار اوكي الدويل الجاي وغادي نعيطوا على ايمن حقي قريت اللعب ديال اوطات حاولت نشوفه مزيان قريتو كيفاش كيلعب موجدلو لي كونتر كلاش ديالو كيفاش غادي كراشيني وموجد واحد السيربرايز اللي غنصيفط بها اوطات لامستردام اوكي ايمن حقي غادي تكلاشا مع اوطات البرفورمانس كنت وقع انا ايمن في بزاف ديال الحركات الطياره غيبقى ينقص بزاف السيج موجد لي ديزوبجي غادي يبانو فجاه في الاخر ديال التراك وكان ينستور اللي كتب عليه باني البيت واش فراسكم هاد ولد فاميليا انا قرر من بعد ما جا لهنا انه يخرج من المدرسه في خطره اوكي نيفياد فاميليا ضرب كلشي مدرح كتبان بلا شخصية كلشي عندك مقلد راه مضحك الضحية مزيان جيتي تجرب مي دابا رجع للدار تفرج فيه وزيد تدرب رابور ديال قلد الشي غير مخشي معنا في هاد الشي غتمشي صفقوا عليه بلاك تلوزر لصقوا لي مور اليوم بيبليك غيتنمروا عليك كيف ليكسي بالجالو قمو اللي كتصرف عليا معكم عطات اوطوب غنبدل هاد الجيم في لوطوتون كيغوت سمعتك قلت سيري طفاي ماشي دراب والفيم وجهك خاصو دي زيفي لراسك خاوي الراب راه ما عنده فين يديكو بلا ما تزوج شحال في الساعه وقتك سال كي المدرسة كيف الراس بلاصتك باقا مع الكوسالة رجع تقرا دير شي حرف اخرى حفرو شي حفرة راه في داك البرايم رجعت من الموت باش هو نديه للتراب وهادشي اللي لابس راه نصيبتك بيه الفضاء برو وجبت لك هادي باش ترجع تديها في قرايتك دي جي كي ضرب ذا بيت ياك واش يزيد ترحموا عليه ترحموا عليه ترحموا عليه ياه
Yeah. كان بالك الباب كان بالك الباب دا أمستردام لحت اللقات كامل خربة خليتي السلفادور دراري هتخونا محسوب علي فام دابور دراري هتخونا محسوب علي كانغارو عندي لك أسئلة فاس باغي منك لابارول قولي انا بالنسبه لي الدراري ما نقدرش نكتب عليكم هادشي اللي شفتو اليوم ما قنانيش قطات اضرب معايا نقطه ديال انك لعبتي ليه على عقلو which is part of the game جزء من اللعبه خرجتيه ديموراليزيتيه هادشي كامل ولكن ما كافيش لان التكست سمعتك استطريتي في واحد اللعيبة تاكلتي فيها فاش رجعتي مرجعتيش في لوطون بقيتي كتعمر واحد الوقيتة كتقول لهم صفقوا عليه سمول مستر اكس زعما بالنسبة لي انا بجوج ما مقنعنيش بجوج انا كنقول تقدر تعطي شي فرصة يقدر يخرج شي حاجة الا فهم الدرس اما البرايم الجاي والله انت ماكش كتسنى من هاد اللعيب تما كنت كتسنى من راسي صراحة وكنت سايب خاص هاد النهار نسالة 100% حيت درت بهاد الشو بهاد المعنى بغيت نطلب سماع بعدا من هاد البيبليك اللي درت لهم واحد الشو عيان ما كنتش باغي نوصل زعما لهاد الدرجة ديال فهمتي طيحت الليفل بزاف كنطلب منهم سماحة فهمتي ما درت لهم لا شو ولا والو نطلب سماع منكم كاملين شايما راك عارف طبعا انتو غادي حبستك هنا انتا طافيش كيف علي فيها زعما من ناحية تعق هذاك الانسان اللي قدامك درتيها هي يمكن اكبر نقطه كاع في الكلاس اون بريف فهمتي ما نعطيك اخر فرصه صابر شكرا بزاف كنت طحتي مع شي واحد اخر ما كنتيش كاع غدوز ايمن باغي نقول لك واحد الحاجه في البرايم اللي فات اتفقنا على انك انت كاين خصك والو بريزونس فلاسان كترابي مزيان فلو تاي بلاستو صراحة قلنا كنت نبقى أنك غتمشي معنا بعيد ما هذا هو الشو وهذه هي الكمبيتيسيون تقدر في هذاك البرايم اللي احنا معولين عليك غتزلق وغتزيد مع الباب وهادشي اللي طراك اليوم شيري راس بالك اخي بحاجه درتها في حياتي هي هاد الشو اللي درت دابا انا اللي حطيت المايك من الاول فهمتي من الاول صافي كنت ساخط حيت حسيت بالديسريسبكت بزاف لعب لي على عقلي فهمتي مرضني جر لي الشعر جر لي النايفيه جر لي شي لعيبات اللي ما ملحقوش منين جبت انا هاد الفكره من ديزي ملي دار لينا الماستر كلاس قال لينا تقدروا تحيدوا لي الكاسكيطه ما بغيتش ندير لها في البيرفورمانس ديالو هو كيغني الخربقه دونك درتها في البيرفورمانس ديالي اللي هو كان غير واقف ما كيدير حتى شي حاجه اوكي بيبليك باقي سخون دونك ندوزو للدويال الجاي ونعيطو على خطافي انا ديجا مول الكلاشات الصراحه من قبل فهمتي هادشي ما يخلعنيش بالنسبه للنزار كيبان لي ما يزبطش ما نضمنوش الو خطافي غادي يبقى في قدامو نزار قاعدنا في جوج ديهم باطل ديال الموسم قال لكم خليتو العودة أنا تبرع الكتابة ديال الكلاش اللي مع ياسين بدات بحلمة حلمة مابقيت عارف الحلمة بالضبط ولكن كنت حلم كنكتب حتى الغد ليه في الصباح رجعت نعس مي عاود تفرت القصة هذا بصح كتبت 8 سطور وكيهضروا على ياسين زعما ماشي شي واحد داكشي بيرسوناليزي ياسين نورمالمون انا عارف شي حوايج غايقولهم ياسين ومجدد الكونترا اتاك ضروري وين غنعيش الجو واش دينا الدراري قربوا شوفوا شكون غيبدا الاول هو اللي غيبدا اوكي اي اوكي عمر عيش في رابور طب كسر من نزار بغيت يدير فيها ديفيرونس لانو نو سما سيزار لما بنتي ستيفيرون لالا راه بنتي كيدار الفيس ديال بنتي والمشية تلوبنا افيك دار كدير داكشي اوميرتا قدامنا كتبن كدير داكشي في اطار انت ماشي
حاتم ادار الراب راه بعيد عليك راه ماشي غير كتابه في اداره كلاشي شيني بلوني وكاع ما غنبكي كيفيني كنربي باش الرابي نتا كترابي على بينيف راك غير طايح في النيفو لا حطونا حنايا بيف انا في التيران ديس وانت غير فرط الانابيب ما لقيتي منين تشد نتا سميتيني الزبير ما بنتيش اجريسيف راه وجهك غير ديال الفورير وجهو ماشي ديال الراب وجهو ديال مراكش دو غير حتى لك راسها ما كتكون نتايا غير بوري شفتي الفرق اللي بيناتنا صوستان في خباري الحسين مبوق تاد الاجتماع تا هاد الفريستايل جابدو غير من الكورباي ما عندكش اي كي اي رمبوق اللي تماك شفتي الفرق اللي بيناتنا صوستان في خباري الحسين مبوق تاد الاجتماع تا هاد الفريستايل جابدو غير من الكورباي ما عندكش اي كي اي رمبوق اللي تماك اي تبارك الله عليك ما بيكش صراحه زيزر نفسو نيزر بحال كبورة نفسو الفد ضحكت مي قلتي لي انا وديزي نفس الفك هادي غير لا فان ديال القصة كندير لي وركشوب دراب واش خاصك حصة دي جي كي بيتش اي فيك روح المنافسة زرعك شوية الباز يا كميتي حدا الدراري زعما تناول الوقت ياي سيك فيك ماشي مشكل انا وانت عمرنا غادي نتقارنو كاع ما بقى بزاف راه قريب تمعني بارتو لاش ما ديرو شي جمعيه وفشي كلاش تفارضو نزار منو واحد كاع ما تلقى فيه بارت 2 عندك الريمه تحديدا سمعتي كلاش قلبتي ودنك تما لقيتي الدم كتعامل بحال شي كون قلتي لي موت بالسم ما غاتجي تل نزار جاي هاي هاي حيد بالك قطعة في الحي والميت سيرو سمعوا الآلات سخونية الرأس ديما كتالي بالبرد عيتنا الراب الحقيقة واليوم بانت وابا قلب البالك صرم الحرب اللي في حالات دابا وقت الحرت غادي نجاوب كاعلي بحالك كاعلي كيقول أنا وأنا اليوم يدوق الهالك حشومي وفرحان وديما رابح في كاع الحالات نزار برايم لي فات صدمتينا معك النونوس قلتي بيه ديطاي زوين كنت كنتسنى واش غير ينفك في البرايم الجايين ولا لا اليوم ما كان عنده لا بلوس لا موان ما استعملتيش ديليفري بديتي مزيان ابري هربات لك واحد شوية حاولتي ترجع واحد الوقيته بديتي كتشوف هنايا باش تبقى تعقل على لا بارو دونك لو جو معاه ما كانش 100% فخيطه فيه كتشبه ليا في الفك في الديليفري كنظنش انك عطيتينا احسن ما عندك صراحه هادشي اللي عندي انا سمول النوبه الاولى بانت لي لا بريزونس ديالو فهمتي شويه قلت الدري دخل سخون فهمتي كنحاول نسمع شنو كيقول كان داكشي شويه عادي كنظن انا برو صراحه النزار قنعني في هذا الكلاش اكثر من الدري ديال انا برو انا عجبني النزار تقول مرتاح دقيقه دي جي كي خصني نهضر وكهضر قال داك الشيء اللي خصو يطيقو اللي بغى يقول قبل التراك عاد دخل تاكل سي فغي عندك من الوقيته اللي ريكوبيرات على الاخر جاتني كلين صراحه تشا كيفاش قفلتي البلان باسكو شفناها في الباطل ديال ريو باغ اكزومبل عندك السطر الاول اللي دخل به والسطر الاخر اللي سالا به هما اللي داروا بك هما اللي مع الدخله صافي فهمناها عرفناها غيديها عندك السطر الاول والاخر هما باش كتربح اصلا برديك برديك ديالي انايا نزار مول نزار ديزي واه ما نزيدكم ما نقصكم نزار هادشي معنا البرايم الجاي بتحفظ شتني واحد شوية ديال ستريس صراحة فهاديك الوقيتة أنا هبطت الفايب أنا الصراحة حسيت براسي زقلت على شوية وماشي حسيت راه بارك أوكي ندوزو للدويل الجاي غادي نعيط على سمول ماشي إكس مي سمول نار أنا كنكتب الصراحة بالزربة في البيف نقدر ما نفوتش ربع ساعة نكتب 16 سطر ديالي غتكون واحد استراتيجي غنحط ليه دي بونش لاين نقدر نسالي معاه في السطر الاول اول حاجة غادي نجبد ليه
وغادي نأتاكي بها هي لاج ديالو. وانا فهمتي يلا طالع باقي صغير وطالع بواحد الانرجي فهمتي يقدر ما يستوعبهاش فهمتي. سمول لا راه يوقف قدامه فليب موب. صراحه انا ما كنفكرش في البريباراسيون اكثر من اللي كنفكر في لا فامي ديالي. الو وياك فين صافا بخير؟ صراحه بخير انا نمشي نحي انا برزطان نجي تكون تشوف انا انا على ود الراب مي كسر بزاف انا على ود بنتي وعلى ود مرتي بحكم انني عندي مسؤوليه حيت في كل سطر في كل تراك في كل بونش كنت خايلهم في دماغي. سمحي لي بنتي لك فرش عليك وشجعيني بزيان الله تشال الله فراسك كان موش عليك تازلو مشو شكل غيب دلول شكرا يا بنا طيق فراس قل لي مزيانة مزيانة عجبني واش دابرو ايه واش حميد غنضرب ليك دابا امبروفيز موسيقى فوتني انا بحال شي فيز الحلم ديالو الساطا ديالو مسلم عليه بلا بيز غادي نضربو في الشتا وشاف الصيف هذا تيكست انا كاع ما كاتبو هاد فليب عارف راسي انا عاجبو كل نهار غادي نضربو غادي نعاطبو تا واحد فهاد البيبليك ما كيعرفو الحلم ديالو تخدا شي حاجه مكاو فراك هادشي كاع ما كاتبو غادي نقولو هو ناضي انا لا اظنو هاد خدنا ضربة كاسكيطة باغي شطح شطحة ديال باكيطة غادي نضربو انا بشي راكيطة والله ما كاتب هادشي خرجو من راسي فليب موب كبير وفي حياته كيقاسي اه زيد انسالي باكابيلا سمو الحماق وبيرات عارفك عارف غاش غدير لا عندك شي اعتراض ولا عندك شي اعتراف انا كاسي كساط كدور في الطوبيسات الحبة السوداء يا النصاب امبروفيز امبروفيز ما احتاج انك تخسر عليه التكست فهمتي ما احتاج تخسر عليك التكست تاع شيري فهمتيني امبروفيز نسالي معاه دي جي كي بلي داك البيسس ساني زيزور على يمان دكي سبور This is the war غان محيك من لي سبور بغي تشباب سمور وانت غير جاقة غافية ما كتب تستار انا وبغي تبيفة معايا كيفاش بهاد النيفو لعبتي البولفار مؤهلات اللي عندك راه ديال التروطوار غنذبحك غنسرقك هنا بلا بوطوار وعرفك غتبكي وغتقول لهم رجعوا للفار واش ما عرفتي ليش راه معاك الفليب مو فاش كنت كنرابي ام سي كنكردع في حليب مو راه خارج ليك من الكاريير وانت ما ساوي تا ريال غنحبس ليك الكاريير وغتبقى مورايا وغنخرج مشاريير افي رافي بومبي ما الام سي فيا كيكوبي من بكري وانا عايش وبيس كلشي هوميز اللي غلطنا وبيس لو هاد العيبة من قبل من الدار كيفكرني في راسي هذا هو اللوك ديالي انا في 2006 2007 كيفاش كلمت بحالك عندي ماك تصويرة هكا انا وايل عمرك موريتي عليا شي خرج عاد زعما السير تقدر بكم جو الصبور بعد واحد اللعيبة ما فراسهمش هما عرفتي دابا الداري الله يلا جاو في الضو ها باش كنا قدهم باش نقول لي دي جي كي يطلق البيت كنا كنحلموا بها برو راه ما بينش واحد من الناس اللي كانوا كيحلموا دي جي كي يكون وراهم اي شوف اي شوف بس اي شوف بيس سمول نار فاش بديتي كتامبروفيزي شنو سولتك واش فريم امبروفيز واش فريم امبروفيزي ولا لا كون ما خشيتيش السطر ديال كاسكيطك غنقول لك كتبتي علينا جبتي هذاك السطر في البلاصه اه كلشي في البلاصه كلشي امبروفيز بلاد امبروفيزي يعني كتفكر فيها في البلاصه كتقولها في البلاصه ما مكتوبش هادشي اه حتى حاجه مكتوب واش ما كنتيش كامل كاتب شي تيكست قبل كنت كاتب تيكست وتنسى ليه امبروفيزي اه وي جي كونفيرم قبيحة هاد اللعبة هادي عبد الحميد كتظن ان هادي بيرفورمانس ديال 25 مليون اليوم هو في نهارو انا ماشي في نهاري بيغاب ليه و بون كوراج و نبغي ليه غير الخير و
الله يسهل عليه. هذا هو الهيبوب، هذا هو الاسبري الحقيقي ديال بصح باش نتفاهم. وهذا البلان هذا اللي كنشوف قدامي نشوفه بجوج بالروجه ولا هادشي اللي كنشوف هذا هو. واش ما فكركش في موبي ديك ابرو بالروجه ولا يلا مايك بحال هكا تالي موبي باش كيتحرك ديال موبي. انا قلت لك نهضروا الدولي انا. لا لا موبي ديك موبي ديك بالنسبه للسمور ماشي حيتاش انا ما عندي ما نقول ماشي بالسميه واش لعبه، ولكن هو راه باين حتى البلان ديال الامبروفيزاسيون فهمتيني فاش مشى لي التكست وكذا هذاك ديجا فهمتي فرع بها الطرح هادشي اللي كان اخويا. انا بالنسبه ليا سمول نار حميد كنت بغيت نشوفك مازالش غادير ماد باز. شكرا بزاف سمول غنشوفك معنا برايم جاي باغي عليك باز. بنتي كنت كنتمنى من الله نفرحها و كنت كنتمنى ندي هاد اللقب ديال الجام شو. اليوم حسيت براسي خذلتها. هذا الجيم فهمتي هذا الراب كاين واحد خاسر وواحد رابح. انا متقبل الهزيمه. المهم انا كنت كاتب تكست مزيان قبل ما يطلعوا الدرامز ما سمعتش مزيان صافي مشى ليا التكست. ملي مشى ليا التكست امبروفيزيت الخصم ديالي حميد و هو ما بيرفورماش مزيان داكشي علاش تقصر. واش دير تكتشفوا شكون غيكون في الديوال الجاي؟ سمول اكس ما كانش حضر معنا في البرايم الاول والثاني مي دابا كاين 6 وي كنتسنى يطيح مع بدر الدين. صراحه انا كنت كنتسنى نطيح معاه بقى صغير اصلا زعما كنت كنقول غادي يجيبونا ماشي حد اللي شويه اجي فهمتي تي واجده وبلا ما تحتاج تقولها انا انا رسمت البيت راه صافي ترسمات الصوره يعني الكلاش كي غيكون ترسم ديجا لعبتي بيف بيفات بيفات والبلان كو انا كنت بيفه مع دراري كثر يعني نقدر نقول لك تبيفيت مع دريه ولا زوج ان لله وان اليه راجعون خونا مات ديرو الصداع فيرا. انا كتجيني اخويا اكثر واحد اصعب مهمه جات لي لي كونديدا كاملين هو انا حيت كاين بوحده لي بنت بوحده لي دري طايح ضد بنت وبالا كلاش هي بعدا شوف بحال الا قلتي داخل داك الكلاش اللي انت خاسر فيه او ديبار فهمتي غادي تدخل غادي تقول لهم هذا راه بعض يبداو يديروا اوه فهمتي باش نجيك متال. انا ما طالعش في كلاش انا طالع نتنز عليها بالعربي انا اصلا ما كنطلعش في كلاش مع بنات دراري. واش متاكدين هذا بيف؟ راه قلت لك هذا ماشي بيف ام بقاو نعاودوها والله ما لا عافاك اكد لي حيت كنت فاهم بحال السنه ما فهمتش حوايج انا دابا قالوا لك الكرا كاين شي لعيبه شي بيف كدا فين نقضي معاكم هاد البريكوم شي بحالات نوي ترجعت نعس لداركم. ماشي مشكل ماشي مشكل خونا ما فيه اللي بدل باقي كاين الكار الفاس يلا نبداو صافي صافي واحد جوج ثلاثه شكون غيبدا؟ انا نبدا دي جي معايا ايو فيرا انتي سبيت يا 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 صباح الخير مصباح الخير ما تتوزى ما تشبهنيش كاع لبناني لب عزة معك معك شطرابة ماما تزازر لبغربي لا بيزار انتي مولفة بالراقص عادي جا كبيرة بيزار قصف الجبهة تراق ما كان حمد تاكي دار بوم اما شي بلوم انا يا كان كتب سيفيو يو غارا بلينغ خرج عينيك غاب ستيفيو من كلاشي كلاب الجينز ديال كلاب ستيل الله لا تناقش انا كرة وغارق في ستيل خلعتيني اهين شو اللي الدراعي ما تماركيش البيت واخا ندرع لك دفاعي مور هاد البيف تربي طاطو ديال اللي فاعي فرماجة لريش غضل اليوم تحتي في الراعي وخنشجة تربي تحرق الكالوريز طاطا سيكس وين اليوم تبعي خالوريز ما يغرقش كجامي واخا تسمعي في الوريز دي ملكة وكوين مهرجان دلي سوريز واش بدلك فلو لو لو فيرا الحار ماشي لمعون الحلو لو لو انا نقول فات انتي كلاشي باللوك لوك لوك ما داير خداع ما يغركش لو 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 اوكي 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 ليسن ليسن درا غنكمل لك الدرس دلافي دابا عندك الدخي فلاش كبر منك قالوا لي بابا فين غادا الساطه باغا تدوزي شويه صافا قبل ما نقول لك اش كاين طوطو دروس سمور لابا 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 دي جي كي محدي قنطار وفكر الطر
كنطانا جيت نطلق راسي غدا نتبي فمع اللي علمته ينطق شكون اللي قيدو ينطر حتى الطم والسلاسطه ما يحطوكش مع دريكم ما شافو فك رطب عزيز عليا نطرطق لي جبا ولي عيان قاع على صحابو غنربح كيحسب لو بيف دلمعك جيت نعاود له التربيه لقيتو باثر بيا وحيت انا اللي راجل عليه وعدتو بالمارياج وعلى بالو شلمانيه قدر بقالو باريير يلا تطفل هواج وحطي شوط الدريه للمارياج اتاليكم لا انت دربنا راه دولا بغي ماركي تلقاني بونو فجماتي مارادونا ترى شكون فلاريير جبدني عطل ثانو جايب دا كارير حبستو هرستالو وخوك شافك طالو ما غايقول لكش حبستي بحالك غير قرب في مارك جيت لو عليه حبل فاجيلو شك فراسو تكريتيكي كيعكل خاص نتفرج فك بلاصوش يلا نكمل قسم صوان راك تقصد اللي كيدور في بلاصتو بيكار يعرف غايخسر واش نكذبو نقولو له بيك اب شكرا الله يا اخي الله يا اخي داري بلاصه برو شنو وقع دابا الصاد العشيه دخل بديك الحطال انا صراحه انا عجبني اللو كيفاش جيتي طنك دا خونا ما مسوق الزعماء ولكن خديتي الامور فهمتيني بحال قلتي عند بالك انت راه عاد تدخل غاتب عندنا حيت ما كتعرفش تغطيه فهمتيني لا دي ديال زوينه ديال ان الكونسيبت فهمتيني ولكن برو انا صراحه فهمتيني فاجاتني هاد البنت فهمتيني الصراحه انا كنت كلام ديالي شكرا مشيني كانت صراحة حطت شي الصورة ديك اللعبة كوما بدأ سطر أول قسم ما يزم ماشي غسطر ماشي غسطر ماشي غسطر ميني كريماندو لا اسمح لي ما تشبهنيش قاعد لا ماشي قاعد حقوق من حقك من حقه يا واش غادي نقول لك توب لفهم دابور كما كيقولوا ياك برافو شكرا شكرا حيث انا نقولك علاش حيث فاش هو بدا كان قادر يعطيك تيش بدا يلا بخيلو ريسك كوميم سا ريسك اللي هو يقبل الريسك ديالو من بعد فهمتي بدا هو الاول بيبليك كان معاه يافي بريسيون وفاش قبل ما تدوي كنت نقول ديرونجيش بتاع سوري بجد ودرتي لي لك برافو بعد انا يا شكرا انا اللي بغيت نقول لك برو جيجيني تايق من في التايق مرتاح هيتيك صار لا صراحه دابا انت كنتي دابا دري هاني هكا لا انا مهلا شوف انا باش بين قوسين ما نقدش نكلاشي على بالجنس ديالها لا بالستيل ديالها دونك كان عندي واحد الصعوبه ما من حق عادي هادو هادي هي الكومبيتيسيون سي تو اس اس برافو فيرا ما نتفقش معك حيت الكلاش ما فيهش غير الجنس وما فيهش غير ما هي كبنت غادي تلقى معها صعوبه باش كلاشيها لا تقدر تكلاشيها بزاف ديال الحوايج اي حاجه تقدر تشدها وترجعها زوينه ولا ترجعها خايبه قدر يكون بديتي ولا خليتيها تبدا هي الاولى قدر يكون كانت غتكون شي حاجه اخرى لا برافو عليها برافو عليها تحملها كنظن ان حنا متفقين بلي بيرفورمانس ديال سيكس وين باش ما نقصوش من داكشي اللي دارت عطاتنا كاع داكشي اللي تنقلبوا عليه بانش لاينز بريزونس بيرفورمانس لو لوك جات واجده دونك طول فيرديكت سيدنا سمول ما تاخذهاش بيرسونيل غادي نمشي مع سكس وين شكا عنده واحد العباره برو اوف كورس فهمتي دونك انايا استاذ برافو عليك بالنسبه لي انا برو راك واعر ميرسي شكرا سكس وين لان ما هضرناش عليك بزاف بيرفورمانس امبيكابل ريبيتيتي مزيان بريباريتي مزيان
بونس عطيتيني كاع لي زيليمون ديال الكلاش اللي هما ديليفري بانش لاينز لعبتي معاه لاتيتود جيتي لعبتي معانا هنايا واحد الوقيته نظن ان لك دوب الدراري من غير ريو هي الوحيده اللي قنعتني اليوم انت اللي غدوزي معانا البرايم ان شاء الله منين عرفت بلا الكلاش جيت سيغ بلا غادي ندوز نو اوفنس للبنات ولكن كون كنت تحت مع دري كانت عندي الاحتماليه ديال 100% ندوز منين عرفت بلا ساطر راه الاحتماليه طاحت حطيت دي كونتر اتاك هما الاولين ومن بعد عاد باش اتاكيتو يعني حتى كي كنقولوا حنا في الرب حرقت ليه داكشي اللي غادي يقول عاد باش هضرت انا عاد باش ديك سابديت كان كلاش عبد الحميد برا كلوم خطافي اشكونوا كتسولوا راسكم دابا علاش عيطنا لكم نتوما بالضبط الجواب هو بقى لنا اون بروف اللي غتعطي واحد فيكم من دوزيام شانس باش يدوز معنا البرايم الجاي فشاريناكم نتوما بالضبط من بين الناس اللي تقساو حيت شفنا فيكم بلي كاين واحد البوتونسييل اللي يقدر واحد فيكم انه يقدر يلتحق بالدراري الاخرين دونك قلنا استحقوا هاد الفرصه هادي وقلنا علاش لا حيت ديجا نتوما ليريكلي كيفاش كتلعبوا التكنيك لا بريزونس ديالكم سور سان هادشي كامل ما خاصوش يمشي في والو دونك كنظن فرصه ثانيه تستحقوا هاد الدراري لي بروف جاي لي جايكم دابا هي لا سول اونيك شانس باش تقدروا تكملوا معنا في لا كومبيت هي السايفر سايفر هو فاش كيتجمعوا بزاف ديال الرابور ثلاثه اربعه ولا اكثر وكيبقاو يرابيو واحد ورا واحد على نفس البيت باش كل واحد كيشوف شكون اللي غادي يعطينا احسن بيرفورمانس عندكم ساعتين كل واحد يشد قنت راه ياخذ شي 10 احسن 16 ستراكش بشوف في حياتكم وغتجيو غتلعبوها لينا هنا وربعة بيكم الدراري واحد اللي غادي يدوز عندكم 16 ستر كل واحد غادي يكتبها فوق نفس الاستري التشالنج اللي عندكم هو بلاصه ما غادي تكلاشاو دابا غتلعبوا كتيم غتكملوا بعضياتكم غتفقوا بيناتكم شكون اللي غيدوز الاول شكون الثاني شكون الثالث شكون الرابع غتبيرفورميو قدامنا الا بان فيكم واحد خايب غتبانوا كاملين خايبين كلكم خصكم تعطيو احسن ما عندكم وفي فينال غادي نجوجيو شكون اللي بان فيكم واحد ويكمل معنا السباق ل 25 مليون وكالدراري تكون ساعتين غنمشيو ارتاحوا شويه لما تقدروا نتوما الفورمات ديالكم وانا ساعتين غنتلاقاو هنايا وبيلوا لنا ما عندكم تفطلوا دراري اطو طالع شوف هذه فرصه عطاوها لنا لي جيري احنا بربعه هذا اكثر ما هو تشريف راه تكليف الدراري خصكم تعرفوا هاد القضيه ما نكذبش عليك من دابا مخي بدا يقلب على البلانات كندير تلصق هادي فهادي فهمتي ساشين نبداو فيها كتابه جديده ولا نختاروا داكشي اللي كان والله كيديك تكتب تحفظ التكست لي بيرفورميه كلشي في راه هذا هو الهدف من هاد اللعيبه البلان راه خصك تكون مجهد لها نحاول نكتبوا بهاد الثلاثه البلان هو غادي نحاولوا نكتبوا الدراري وغادي نتعاونوا مع بعضياتنا الحاجه الوحيده اللي دابا مخربقاني ديال بصح هي علاش تخوي باقي ما سمعناش مي الكتابه نقدروا نتعاونوا مع بعضياتنا فهمتيني بحال خدامين فيش مجموعين بحال خدامين فيش مجموعين حتى الا مشينا نخليو هذاك التراك فهمتيني زواول اللي غيبقى يدوى علينا ان شاء الله عطاكم ان كادو من عنده اللي هي لا برود الكونسيبت هو 16 سطر كل واحد ما كرهش تحطوا زعما ميغ كوبلي اللي عندكم نقول فهمتي بون الدراري ريحوا تفقوا بيناتكم شكون اللي غادي يدوز الاول تاعو اوكي الاول انت الثاني واقيلا داك انا ما عنديش مشكل انا الثاني صافي من رجلك
صافي بالطريقه هذه اللي غادي نقصر بها راه غيصوبنا بحكم انه غير غيدخل لينا في كوبلي ديالنا راه شويه صعيبه فهمتي تكنيك مو انا ما غاديش نشد عنده ربعه زايدين راه داك الشيء اللي بدا بسميتو شي دابا سلام شي سلام على البيت سلام على البيت ولكن بدا قبل عنده ربعه زايدين الهوك ديال الانترو هو خصو يدخل مع داك السناب الا بدا مع السنايرز الوانه راه اكثر من 16 سطر ديك السنايرز غادي تحيد ديك الكوبل اللي لعبها في السنايرز ولا تعطل لا ديك من حيد داك كتبقى ايوا صافي حيد ديك براي عندي واحد المشكل ديال انني كنشبك اكثر من 16 سطر خاطر راسي فريم مكثر شويه ودابا كنحاول نلقى الحل مع دي جي كي وتي كي باش ما نلقاوش مشكل مع الدراري وكلشي يدوز بخير هذاك الفاصل اللي عندك جاي انا خصك تحيد النص ديالو خصو غير النص اللي النص ديالو خصو ولكن هو كوبل مع السطر راه غادي يجر العالم معاه عندنا 16 خصو يحط 16 لا اكثر ولا اقل انا رجعت لوكنز خويا راه والله رجعت لوكنز كيجي الواحد باش يلعب حتى كيلقى مشكله ديال اللي غادي يدخل في الاول ديال اللي يدخل في الثاني كتبقى القضيه مجوره فهمتي راه ما غنساليوش على غدا الصبر يقد يجيك وسط الدخله وانا داخل بجوج سطوره انت عندك حسابك انك دابا نقصنا واحد الكوبلي وغنشوف واش غتجي مع البيت ان شاء الله كلشي يدوز بخير وكاع الدراري يفرحوهم مزيان جوري لي كونديدا ريبيتا وسالا راهم سوغ سين الصيف غيبدا دابا شويه شكرا اوكي اي ياه ياه حقت الشوا هادشي كامل نايض وسط الدرب بحال نايضه الحرب جريتي بزاف تنقص من الكرب حنا ماشي مكارب من اللي غلط كنسميوه كلب بغيت نسميوه قطر حقت من قلبك راه كيتقطر الراجل كيتقطر في التربيه كيكمي وكيتاثر كيكمي وكيأثر في ايطا الرجوله مأثر والميتيو امطر فتنا كلش في عينك امطر غزيره في الامطر غزيره الله شكون اخبر جميل كاتا ام جابي ام فاكيت الكابس اللي جابيني لوني بيني من لاجئ الا جيت عوزه غيديروك فانيني جوزوني بقرار قضاء وقدر ومدر اللي فرجها اللي بينيف يا كنتي اللي كنتي لصقاني تسيليت مع ديك اللي صافي دابا سيري وخا النصائح حتى انا غنسيني خاص بيني فما يسلفوا اللي بغيتي ديري مستقبل تابعنا وكاع ما خايفين حيت الكلاب اللي قتلوا لي الادرينالين الا كنتي انت كاع ما مادين عشيرك ما حامنيش بحال ما عشتي ليه خلينا سالينا مسال حسام وردار شي دابا الرجال وفين كاينين حسابي فراسي ناضي فيه مكتبي عايش وراضي بيه عشنا في الزنقه تعلمنا بالساعات كتبي لي حوكه ما قاري فيه ورقه فاتخ فيه حتى السم مليح فيه هاد العلام راه كما كنحملو حيت ديما عايش دايخ فيه تا ما فهمناش ما حسدناش ما عندناش عايشين علام وعادي عشيري واخا العاق ما كيناش موهبه ما كتساعدناش نقبه ما كتسندناش كنحس براسي كنموت في الحامل داخل ضحكه ما بيناش عرف راسي واحد وانت في الكوبري حاصل خوك مكاوي واصل وتزوق من العازل الله يجحسليش فيها برو بالله حسبي فراسي ناضي فيه مكتبي عايش وراضي بيه عشنا في الزنقه تعلمنا بزاف كتبي لي حوكه ما قاري فيه قارو بلا ورقه فاتخ فيه حتى السم مليح فيه هاد العلام راه كما كنحملو حيت ديما عايش داخ فيه تا ما فهمناش ما حسدناش ما عندناش ايوا شديت المايك كندير ترابي كاع ما كنشوفهم انا ربي لشطهم ترا بلا مشي ترابيت كنك ترابيت تا فين انا ربيل راه ما باكت الكودي بيل كنعيش في وسط الحرب بيت وكنبان في فيلم الحرب بيت كيبول حيا كي البابا كي الاهلي كي بورسعيد كي ما عنديش كي عندي ديما كي بورسعيد في طريق الجنه الدراري كيعيشوا في البورسعيد كندير نرجع اللور وانا جاني في الدور زعيم وشي كلمات الفودو ريماتي خاترين كيلصقوا في الاذون مني غا واحد قلب قاع المدن دون منهم بزاف جاكيطة ديال الدودون دون ما عنديش حدود خو ديمو في الهجوم كان بوسو اللي عاد بادي وكان قيصو تنجوم خدم بالصرف ديالي وماشي صرف السجون باش نسويين صاحبي غادعيو في الركوع والسجود كان جي ماتال كيما ستوديو مادار كان بان بعيني لا بدات كطلع هذا كنطلع كلشي لاتاك بي ال يو حافظ كوداتي باركور بولين كيتوني باركور تشي عما كيدو سونز اكخيغ من لوقيته بحال سين خطاك تا البلوس لانفيني على باس كنت شي شويه تيمي الدراري كيخلطو كالي دوز سهله تجيب ديبلوم في الشيمي اسبري جيني وركين تدم كيغلي كيحلو فامهم بلا ما يفهمو الراب اش كاني وباقي ما بديتش باقي كنجبع في البيس البازل في كامل تكست زيرو فوتوشوب قوت الزواق كتجي بغيت تفازر نساليها all eyes on me نساليها كيما مجيت في كلاس 8
ميت عمد الكارير دازو عشرة تسنو لا سويت غتسنو لا سويت غتسنو لا سويت درهم كيجي بليون عندي مع الصرف والتحويل ياه وليت كندوي بوحدي مهنيا هادي خدمتي تخد كاركتر ما يقدني التتويت فهمتي يا 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 فيرا طنطنتي ليا طوطو في هاد السطر ديال الدودون انت فاهم معاك برا تشاري هذا حكي اي شوف وكنظن ان عطيتونا داك الشيء تنقلبوا عليه زعما جينيرالمون بارلون بيرفورمانس كانت زوينه صيفر داز زوين مي خص واحد غيبقى واحد انا جوج الناس اللي جاوني اليوم عندهم الباك بلوم فليب مول بلوم زيرو فوت تكست اون بوينت بريستاسيون مرتاحه كلشي هو هذاك جاي عارف راسك اش كتسوى عارف بلي دوزيام شونس وباراك نعطيك دابلو تاع هاد المايند سيت بغيتو تاع برو الى جيت دابا خصني انا دابا نديسيدي ونقول على قبل هاد البريستاسيون لما خصني نعطيها 25 مليون نعطيها لك غنقول لكم علاش وغتفهمون كاملين غتفهمون انا برو التكس ديالك اصلا ولا راج فهمشي حسيش بيهم فهمشي ورويبا ديالك كتربريزونتي بزاف ديال الدراري دراري ولاد سيدي مومن دراري ولاد واطو دراري ولاد سلا دراري ولاد كاب فهمشي الدروب اللي كنهضر عليهم ولاد قنيطرة بزاف ديال المدن برو بزاف ديال الاحياء الشعبيه برو كتجيني نتايا غير بهادشي اللي مشيتي بيه دابا ريبريزونتيتي بزاف ديال البشر وجاتني لاراج ديال خصك اون دوزيام شونس جاتني فيك انت كشهر زعما صراحه دونك انا غادي نقول الراي ديالي بكل صراحه زعما باش حسيت النوبه الاولى عجبني خطافي لا بريزونس ديالو لا تكنيك مزيانه لا فوا ديالك مزيانه ولكن كتحس بك بحال كنتي مستريسي اكثر من انك انت كترابي يعني كنتي كترابي وميم طون عقلك معانا كتغلط ولا شي خايف لا تزقل واش ما حسيتش بك 100% فيرا دابا احسن من قبيله 100% بحال قلتي فقتي من الناس انا بالنسبه لينا فاش زعما عطيناك ديك الفرصه كنا كنتسناو ما اكثر عبد الحميد عجبتني بزاف لاراج ديالك حسيت بك لا تكنيك كدا كنت كتفكرني في موبيديك فهمتيني وحاجه اللي مزيانه شناهي هي الداري بحال في السن ديالك باقي عندهم داك الامل هادي هي اهم حاجه كاينه ولكن بنادم باقي كيحلم حدك باقي كتحلم هذيك هي اهم حاجه كاينه ما حدك جيتي لهذا البرايم هذا اهم من انك تربح اهم من اي حاجه دونك ديجا انت وصلت لهذا البرايم اليوم وصلت لهذا النيفو هذا ديجا برافو عليك حسيت بك وزعما ريسبي على هذا المجهود اللي درتي انا بلوم كنشوفو ارتست متكامل ما قلت حتى شي حاجه ليريكالمون مزيان وحتى لا بريزونس ديالو يعني داكشي اللي كيديروا حتى هو كيشبه عليه خطافي راه ماك انت الاول فهاد لي برايم كاملين اللي دازو كنظن انك انت كنتي واحد ما بين لي كانديدا لي بلو كونسيستون تجينا نفس النيفو في كل برايم فهاد البيرفورمانس هادي اللي هي حتى هي زوينه مي زوينه بنسبه 95% انا شخصيا تنقلب على 120% انا عاود نفس البوان اللي قال طه على فليب موب الا كانت عندي 25 مليون في جيبي دابا غنعطيها لك انت نقول لك علاش حيت انت اي لابيل غيسنيك من دابا اليوم قبل غدا انا عارف انني الا شديتك الا دخلتك للاستوديو غنخرج منك العجب انا كلابيل جيني بلوم كما قال سمول ارتيست كومبلي ماتريزي مسائلك كتجي مريبيتي الكتابه عندك 10 على 10 بالنسبه لي انت يا واجد برودوي اللي ديجا واجد خطافي للاسف ما عادش كملش معنا صراحه خرجت نيشان حيت كنشوف انني بيرفورميت ناضي ولكن لي ريزولطا ديال لي جوري ما كانش وكيبقى الرأي ديالهم هذا شي صراحة صعيب الكونديدا اللي ما غاديش يكمل معانا البرايم الجاي فيرا شكرا ما كنتش تسايق فراسي في الصيفر زعما كيما كنت تسايق فراسي غندوز في الكلاش
كنحس بالحقره شويه، ولكن كنحس ب زعما شويه ديال الديرونجمون انني ما دزتش كلوم فليب موب. كتبش عليكم قرار صايب اللي غادي يكمل معنا السباق ديال 25 مليون وبلوم. شكرا، كنشكركم صراحة. كنت محتاج الفرصة هادي مي محكمتهاش، الغلط ديالي كان في الباطل. كنفكر فراسي كيفاش غادي نرجع للكارشي وكيفاش كيفاش غنشوف بنتي صراحة والله ما عرفتش باش حاس. نهار فريمون طويل بزاف، من الكلاس اللي داز قويله لي بروف ديال دابا اللي ديتها. خصني شويه ديال الوقت باش نبروسيسي هادشي اللي داز ونفكر في ليطاب اللي جايه. بلوم نشوفوك في البرايم الجاي، وكنتسناو منك اكثر من هادشي. ميرسي بوكو، شكرا لك. سيلو في دي افكار كاينين اجي نديرو بلانات، نشعلو فلاماس حلمي هارب وانا بيدي قمشو. ثمن طال الداري وجد الفترة الانتقالات، واحد مكل مدينة جينا في زيد دي جامشو. داني دانا دان كتبو فلوي عادة باش كل شي نايا على بال جامشو. داني دانا دان مسيكة ديالنا غلا تمن كاع منطيحو ابدا كتبوش هالسونة دارو تاف ستوديو تالك برات فراد وسمو بينك وبيني كرمالو ما نسكنش كرابي ما نسكوتش باغي غلي كيد حلف تا غنفوري روبيني. اول مره في المغرب انرجيك كطيح كتريب، حنا يصعب في الكومبيتيسي بدي راسك لا تولي مصيد. كي البيف كي الباطل كي نزقل كي نطيح كي نتهم كي الفيش هز المايك ديالك بالي حيح. سيلو في دي افكار كاينين اجي نديرو بلانات، نشعلو فلاماس حلمي هارب وانا بدي قمشو. ثمن طال الداري وجد الفترة الانتقالات، واحد مكل مدينة جينا في زيد دي جامشو.